اسمي محمد الحساوي، لعبتي الجودو، عمري 19 سنة. تقريبا صار لي باللعبة يمكن 7 سنين 6 سنين. قبل ويا صاحبي كنت عادي، يعني أشوف لو كان يلعب اللعبة هذه، وما كنت يعني كنت أشوف أنا عادي. فقال لي يلا مش معي، يعني يوم من الأيام قال لي تعال شوف بس، يعني تعال بس شوف مو لدش. رحت وياه ودشيت وحبيت اللعبة واشتركت فيها وكملت فيها يمكن 6 سنين 7 سنين. قبل لعبة الجودو كنت ألعب كرة القدم وما استمريت فيها، واستمريت بلعبة الجودو. الجودو حبيتها أكثر وفيها وايد يعني أشياء زينة، يعني اللعبة زينة وفيها قوة وتحمل ولياقة، ونجحت باللعبة هذه أكثر من كرة القدم. البطولات اللي شاركتها بطولة آسيا، بطولة الكويت، بطولة عربية. الإنجازات الموسم اللي طاف ذهبيتين على الكويت، والموسم هذا ذهبية، وحققت إنجاز بطولة عربية ثاني مركز الثاني. استعداداتي للبطولة أهم شيء، يعني أنا عندي أهم شيء النفسية بعدين اللياقة واللعب. المعسكرات اللي شاركت فيها اللي برا واللي هني تكون وايد فرق، لأن تحتك ويا لاعبين غير، تحتك ويا لاعبين أجانب لعبتهم غير، يعني لعبهم غير، تمرينهم غير، وايد أشياء غير، فتكتسب خبرة أكثر وتشوف يعني وايد فرق. المدرب اللي ترك لي بصمة كابتن حامد، هو اللي أسسني، هو اللي علمني، هو اللي علمني يعني من الصفر لل يعني كل شيء. هو اللي علمني الحركات، هو اللي علمني التكنيك، هو اللي علمني كل شيء، يعني من البداية، من البداية للنهاية. الإداريين دعم مادي، مثلا نبي تفرغات احنا مثلا بالدراسة، او يعني يساعدونا بهالاشياء بهالامور. دور ولي الامر معاي التحفيز، يشجعني يعني قبل كل بطولة يقول لي ان شاء الله، يعني تشجيع وتحفيز. التمارين اللي اتمرنها بالنادي من السبت للخميس، وكل يوم ساعتين اتدرب جودو، لياقة، سرعات، ركض، ازيد من اللياقة، ازيد من الباور. النزال اللي ما انساه بطولة اسيا مع لاعب التاي باي. اللبس عبارة عن لبسين، ازرق وابيض، يعني بالنزال يكون واحد لابس ابيض وازرق، والحزمة فيه من الابيض للاحمر. النقاط اللي ناخذها اللي هي تفوزنا بالبطولة عن الحكام، لازم يكون الخصم طايح على ظهره، يكون ظهره كامل على الأرض، هذه تحتسب نقطة كاملة. وإذا كان طايح على نص الظهر تحتسب نص نقطة. أنا ما صابتني ولا إصابة الحمد لله، والسبب اللي خلاني أتفادى الإصابات اللعب بتفكير والصح وبالتركيز، يعني تلعب بفكر، ما تلعب بقوة وتشد وما يعني تلعب بفكر. شلون أثبت نفسي بالفريق وأكون لاعب ناجح؟ أثبت نفسي بالتمارين، أتمرن، أكون أنا اللي يعني بالأوائل بالتمرين، أكون أنا اللي يعني إنه بالتمارين. شلون أثبت نفسي بالتمرين؟ أثبت نفسي بالتمرين، ألتزم بالتمرين، ألتزم بالأكل، ألتزم بمواعيد التمرين مع الكابتن. شلون أوافق بين الدراسة والنادي؟ كل شيء وله وقته، يعني مثلا التمرين عندي أنا ساعتين باليوم، مثلا من الساعة 6 لين 8 أرد البيت أريح نص ساعة وأدرس من الساعة 10-11 وبعدين أنام. قدوتي في هذه اللعبة نفسي، قدوتي أنا. طموحي أني أوصل الأولمبيات إن شاء الله وأحقق إنجاز فيها. اللي شجعوني، من اللي شجعني؟ الأهل، الوالدة والوالد والإخوان وربعي. اللي ينقصنا بالنادي يعني التمارين أكثر، وقت إضافي بعد التمارين، يكون في تمرينين باليوم. أنصح الشباب اللي ما يلعبون الرياضة، الرياضة مفيدة بشكل عام وأنصحها بكل اللغات، وزينها يعني حق الجسم والعقل.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اللاعب يوسف خالد الكندري، لاعب نادي القادسية الرياضي ومنتخب الكويت للجودو، وزن تحت 66 كيلو، حزام الأسود. معسكر اللي احنا فيه الحين باللجنة الأولمبية قاعد نجهز حق بطولة العالم بالبوسنة، راح تكون بتاريخ 24، والله يوفقنا إن شاء الله. نقدر نشوف اللاعبين بالموقع الاتحاد مال الجودو، بس لح ما نعرفهم يعني، بس نشوفهم. برنامجه بالمعسكر هو 3 تمارين باليوم، تمرين الساعة 5 نقوم نركض، وتمرين الساعة 11 لياقة، وتمرين الساعة 6 يكون جودو. اختارونا من المعسكر اللي قبله، شافوا اللاعبين اللي قاعد يقدمون أكثر واختارونا بهالبطولة العالم. المعسكر الخارجي أحسن من المعسكر الداخلي، المعسكر الخارجي فيه لاعبين أكثر، تقدر تطور من نفسك أكثر، تلعب مع لاعبين أقوى منك، وهني نفس اللاعبين كلهم لا تلعب معاهم نفس الشيء كل يوم. جبت 5 مرات أول الكويت، جبت أول العرب 3 مرات، جبت أول الخليج، وجبت 3 غرب آسيا. بطولة الخليج كانت أحلى بطولة لأنها كانت أول بطولة مع المنتخب، وجبت فيها المركز الأول. أنا الحين حزامي الأسود، الحزم إنك تنتقل من حزام للثاني، المدرب يشوف لعبك البطولات، يشوف أدائك واختبارات بعد. الداعم الأول لي هم أمي وأبوي وأهلي كلهم، واللاعبين كلهم اللي معي بالنادي والمنتخب. أغلب إنجازاتي كانت مع نادي القادسية، منها بطولة الأردن وبطولة مصر وبطولة الكويت، كلها مع نادي القادسية. بطولة الأردن كانت بطولة يعني سهلة وصعبة، جبت فيها 3 بالفردي ويبنى أول بالفرق، ما كان فيها وايد مشاركين يعني مصر المغرب مو مشاركين كلهم. كل لاعب له أسلوب يعني، في لاعبين لازم تستعمل معه قوة، في لاعبين لازم تستعمل معه سرعة، وأهم شيء إن ذكائك باللعب. فيها إصابات وايد خطيرة بعد، تجنب إصاباتها، تسخن قبل التمرين، تشتغل عدل لا تشتغل غلط بس، وإن شاء الله ما تحوشك إصابات. أقعد أحفز نفسي إن يعني أحصل على المركز الأول، وإن الباقي بيد ربي. انضميت المنتخب 2019، رابع كلموني قالوا إن المنتخب يبيك، وشعور ما يوصف. أنصح الشباب اللي توم داشين لعبة الجودو إنه يستمر ما يقطع، ويقدم البطولات، وإن شاء الله يأخذ المنتخب. طاقم التدريب هم كابتن فيصل، وكابتن ناصر، وكابتن أدهم. كابتن أدهم هو اللي دربنا جودو، وكابتن ناصر كلهم مركزين علينا. ينقصنا دعم وتفرغ ومعسكرات. أنصح الشباب اللي ما مارسوا رياضة إنه يمارس رياضة، مو شرط جودو، كرة، سباحة، أي شيء، المهم يجرب وممكن إنه يقدم فيها يعني.